السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم في قناة مطبخ جميلة دراما مع فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة ديالنا اليوم هي عبارة عن بسبوسة بالتفاح اللي كتجي رائعة ولذيذة وكتوجد بطريقة مبسطة، لا من ناحية المقادير ولا من ناحية الطريقة. وهاد البسبوسة راه كيجي شكلها زوين كما كتلاحظوا معايا، ودابا غادي نوريكم الشكل ديالها كي كيجي من الداخل، كتجي معلكة وداك التعليكة كتجي من داك السيرو اللي كنسقيوه بها مني كنخرجوها من الفرن. هاد البسبوسة راه اقتصادية لا من ناحية المقادير وحتى طريقة التحضير، حتى هي ما كتطلبش شي مجهود. كنتمنى البنات تعجبكم، هانتوما كتجي زوين وكتجي معلكة كما كتلاحظوا معايا. دابا غادي ندوزو باش نشوفو المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو بسم الله على بركة الله بالمقادير ديال هاد البسبوسة اللي غادي نحتاجو ليها: جوج بيضات من الحجم الكبير كما كتلاحظوا معايا، رشة ديال الملح، كاس دانون فاني، كاس ديال الزيت قياس بكاس العلبة، نص كاس ديال الدقيق الأبيض، كاس سكر، جوج كيسان ديال السميد الرقيق، جوج أكياس ديال فاني، وجوج أكياس ديال خميرة الحلويات من فئة 7 غرام، وجوج تفاحات محكوكين في الحكاكة الغليظة. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو لهاد البسبوسة. دابا غادي ندوزو للطريقة. غناخدو واحد البول، غادي نعملو فيه جوج بيضات كما لاحظتوا معايا، وغادي نعمل واحد الرشه ديال الملح، وغادي نضيف كاس ديال السكر، وغادي ندرب الكل. بالنسبه للقياسات انا استعملت الكاس ديال العنبه هو اللي عبرت به هاد السكر، وعبرت به الكاس ديال الزيت، وعبرت به الدقيق، وعبرت به سميده رقيقه. بالنسبه للدقيق رانا استعملت غير نص كاس، وبالنسبه للسميده رقيقه رانا استعملت جوج كيسان. دابا ضفت جوج صاشيات ديال الفاني وكنحرك الكل بالضراب. انا استعملت غير الضراب اليدوي بلا ما استعملي الضراب الكهربائي. هاد البسبوسه ما كتحتاج شي مجهود كبير، كتوجد بسرعه. انا دابا غنضيف كاس ديال دانون فاني كما كتلاحظوا معايا، وغادي نحرك الكل تتجانس ليا العناصر. كل ما تضيفي شي حاجه حاولي حركي بالضراب ديالك حتى كتجانس لك العناصر كلها، عاد تضيفي العنصر الاخر. دابا كنضيف الكاس ديال الزيت هانتوما، وغادي نحرك تاني الكل. ودابا غادي نضيف التفاح محكوك، جوج تفاحات كما ذكرت معاكم في الاول، حكيتهم في الحكاكه الغليظه، ولكن حاولوا نتوما عملوا معاه شويه الحامض باش ما يتاكسدش لكم بحال انا تاكسد ليا دابا. ولكن واخا هكا كتجي البسبوسه رائعه. كنحرك الكل حتى تجانس ليا العناصر. ودابا غادي نضيف السميده رقيقه جوج كيسان، حاولوا استعملوا السميده رقيقه اللي تكون نوعيه ممتازه. هانتوما كتلاحظوا معايا، غادي نحرك الكل حتى تجانس ليا تاني العناصر. وعاد غادي نضيف نص كاس ديال الدقيق، وغادي نضيف جوج خميرات من فئة 7 غرام، وغادي نحرك العناصر كلها حتى تجانس ليا الدقيق والخميره مع العناصر الاولى اللي انا حركتها. صافي، ملي كتحسي بان الخليط عندك واجد كنجيب بالمول اللي كيكون عنده هاد القراصه في الجنب، هو اللي غنستعمل فيه هاد البسبوسه. كنحاول نخوي الخليط ديالي كامل
وكنحاول بالنسبة للمول كنحاول ندهنه بالزبدة ونرشه بسميدة رقيقة. ودابا غادي نخليكم حتى نوجد الشرائح ديال التفاح باش نستفها من الفوق. ها هو التفاح، انا قطعته شرائح رقيقه كما شفتوا معايا. دابا غادي نحاول نستف الوجه كامل، غادي نستف فيه التفاح، ندير وجه كامل على المول كامل، ونحاول ندير التفاح مقارب مع بعضياته. ها انتم غتلاحظوا معايا. دابا انا غادي نكمل التفاح اللي عندي كامل على الوجه ديال البسبوسه ديالنا، وعاد غادي نتلاقى معكم باش نكملوا الوصفه. انا كملت التفاح، صافي ستفتو على الوجه ديال البسبوسه كامله. كتحاولي تقادي التفاح ديالك باش تعطيه واحد الشكل زوين في الواجهه الفوقانيه ديال البسبوسه. صافي دابا غادي نديرها في الفرن اللي كيكون بارد. انا ديما كندير الحلويات ديالي في الفرن كيكون بارد. غادي نديرو على درجه الحراره 180 وغادي نخليها تطيب على خاطرها. ها هي البسبوسه ديالتي بعد ما خرجتها من الفرن. بالنسبه للسيرو اللي غنسقيو به هذه البسبوسه، غنحتاجو كاس ديال الليمون، 4 المعالق كبار ديال السكر، فلون ديال الكراميل. صافي هذه هي المقادير اللي كنحتاجو ليها. غادي نعمل هذه المقادير كلها في هذه الكاسرونه. بالنسبه للسكر كما قلت لكم 4 المعالق كبار، صافي غادي نحرك هاد العناصر حتى تجانس ليا، وغادي نعمل الكاسرونه فوق البوطه حتى كتغلى ليا، وغادي نتلاقى معكم. بعد ما وجدت السيرو ديالي كما كتلاحظوا معايا، بالنسبه للسيرو غتخليه حتى تطلع لك الغليه، صافي كيكون واجد، وغادي تجيبيه مباشره غتسقي به البسبوسه ديالك. بالنسبه للبسبوسه كتكون حتى هي باقه سخونه. هذه هي النصيحه اللي يمكن لي نعطيها لك بالنسبه لهذه الوصفه، بان البسبوسه تكون سخونه والسيرو يكون سخون باش يمكن لهذيك البسبوسه تشرب لك داك السيرو كامل. دابا انا غادي نكمل هاد السيرو، غادي نسقي به البسبوسه كامل حتى نكملو، وعاد غادي نتلاقى معاكم باش نشوفو طريقة الزين ديال هاد البسبوسة. صافي بعد ما البسبوسه شربت لي السيرو كامل، حيدتها من المول ديالها كما كتلاحظوا معايا، وحاولت نزينها بشويه اللوز ايفيلي من الجناب كما كتلاحظوا معايا. دابا كناخذ شويه الناباج كنحاول ندهن ليها الوجه ديالها الفوقاني باش تعطيني واحد الشكل يكون لامع. ها انتم كتلاحظوا معايا باش تعطيني شكل زوين ويكون لامع.
ودابا غندوزو باش نزينوها بواحد شويه لاصوص كراميل. كان عندي في الثلاجه كنوجدو انا وكنحطوه في الثلاجه. صافي كنزينا على هذا الشكل. كنتمنى البنات تعجبكم، راه كتجي رائعه وزوينه والمنظر ديالها حتى هو زوين، وحتى المذاق ديالها كيجي لذيذ ورائع. كنقول لكم البنات شكرا لكم على المتابعه ديالي، وشكرا لكم على الانضمام للقناه ديالي، واللي ما فعلش الجرس يحاول يفعل الجرس باش يتوصل باي حاجه جديده. وكنشكركم كلكم على لي كومونتير اللي كتقولوا ليا وعلى التشجيعات اللي كتقدموا ليا. وبسلام عليكم.